النهارده تبريرات النظام كانت كوميديه الحقيقه. شوف مندوبه مصر طلعت تهاجم الاخوان فاكره نفسها لسه تحت ظل الدبابه في مصر. بقت المصريه بفتره عصيبه في فتره حكم الاخوان قبل ثوره يونيو 2013. مشهد يسوده التهميش والاقصاء والتمييز. تعرضت مكتسبات المرأة المصرية إلى ردة بعد أن كانت مصر تتحرك إلى الأمام في أجندة تمكين المرأة قبل عام 2011. تعالت الأصوات والمطالبات بإلغاء المجلس القومي للمرأة، والآن لدينا قانون يحصن وجود الآلية الوطنية والذي تنص مادته الثانية على أن يهدف المجلس إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، كما يهدف إلى نشر الوعي والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك بمقتضى الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر. تم إلغاء كوتة المرأة في البرلمان وانخفاض تمثيل إلى 2%. الآن لدينا 15% من البرلمان، والكوتة دستورية لتمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية بنسبة 25%. المطالبة بإلغاء قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. الآن لدينا قانون يغلظ العقوبة. المطالبة باستبدال أجندة حقوق المرأة بأجندة حقوق الأسرة. الآن لدينا قيادة سياسية اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017. في دستور الإخوان لم يكن هناك نصوص صريحة لتكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الجنس أو المساواة. والآن نص الدستور المصري الصادر عام 2014 لأول مرة على الاهتمام بقضايا المرأة بدءا من دباجة الدستور، وتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومنع التمييز الذي يمكن أن يمارس ضدها وحمايتها من كل أشكال العنف وتمكينها في جميع المجالات دون تمييز، والالتزام بتوفير الرعاية في مراحل عمرها المختلفة. في دستور عندك رد؟ يعني قال لك لا، فدستور الاخوان والمراه بقى 15% في برلمان بتاع الاثار. خليك في الاثار. تعال نشوف مندوب تركيا في الامم المتحده ماذا قال عن جرائم هذا النظام. Thank you, Mr. President. Disproportionate reactions of the Egyptian authorities against the exercise of the right to assembly and expression are unacceptable. Turkey has grave concerns about the practice of widespread arrest and violence of the exercise. كل ما زاد ضغط الدول وارتفعت التوصيات، كل واحد قاعد يقدم توصيات لهذا النظام المجرم، زادت التبريرات الخزعبلية اللي كان بيسوقها النظام في هذه الجلسة. اسمع بعض هذه التبريرات. تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام، كما تحظر فرض رقابة على الصحف. يعني ممكن نبدأ بهذه الجملة. تلتزم الدولة باستقلال وسيادة المؤسسات الصحفية، صح؟ ده لسه القعدة بتاعت ضياء رشوان والصحفيين وجمال فهمي لسه ما بردتش، اللي هم أكدوا بكل أدوات التأكيد إن لا علاقة لما يجري الآن في مصر بالصحافة. قال لك تلتزم مصر. بص بص الثقة، من أين تأتي هذه الثقة؟ من جيش الاحتلال. من أين تأتي هذه الثقة؟ من جيش الاحتلال، والله العظيم من جيش الاحتلال. تاني تاني تاني. تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام، كما تحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وأجازة استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، وكذلك عدم جواز قيام المؤسسات الصحفية والإعلامية بفصل الصحفي أو الإعلامي إلا بعد التحقيق معه واختيار النقابة المعنية بممررات الفصل،
كما حظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلنية باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في الأفراد، وحظر تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا في حضور أحد أعضاء النيابة العامة، فمنح المتحفظ عليه من قبل مأمور الضبط القضائي حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من زاويه والاستعانة بمحامي، وأجاز له الاتصال بغيره والاستئناف بدون رسوم للأحكام الصادرة بحبسه احتياطيا، كما أوجب لمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل وتفتيش المسكن ووقف المواقع وحجبها صدور أمر مسبب من النيابة العامة. فنص الدستور على حرية العقيدة، وأن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، وأن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، وأن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون. واحد بعت لي بيقول لي ان الراجل التخين اللي بيتكلم في جلسه جنيف اللي بتعرضوا الفيديو بتاعه ده مش عمر مروان، والمستشار عمر مروان بتاع لجنه تقصي الحقائق هو الاصلع اللي قدامه كلمه ايجيبت، كان لسه بيتكلم دلوقتي، هات صورته. بيقول لي كده، فانا عايز زمايلي يتاكدوا بس هل ده فعلا ده عمر مروان، لان احنا كنا بنقول على التاني. بعتذر طبعا اذا كان ده خطا، وبشكر واعتبروني ما قلتش حاجه لو الكلام كان غلط يعني، انما اذا كنا مخطئين فانا بعتذر وهنتاكد من ده تماما. بشكر محمد، هو بيقول ان ده مش عمر مروان، وانه عمر مروان في الجلسه اللي كانت في جنيف هو ده. ده الكلام اللي محمد اللي بعته لنا صحيح، بشكره جدا جدا جدا، وبعتذر لحضراتكم. ده عمر مروان، ده عمر مروان فعلا، المليان ثلاث شويات ربنا يديه الصحه، ده انا مش عمر مروان. قال له والله ما بتفرق معانا الاسماء. مندوب ايطاليا بتاع ريجيني كيف رد على مندوب مصر؟ Italy recommends Egypt to establish a moratorium on death penalty, fully implementing consultation with civil society and international partners the 2019 NGO law, and ensure that human rights defenders can operate in a free and safe environment. استمر مندوبين مصر في التحدث عن أحداث خيالية في الأمم المتحدة، واستقوا من تلك الأحداث أو الحكايات الخيالية اللي هم بيحكوها إن إحنا على الطريق الصحيح. تم تعديل قانون تنظيم السجون عام 2015 لينص على رعاية ومعاملة المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي وإلى أن تضع مولودها ويمضي 40 يوما على حالة الوضع. أيضا يجرم قانون العقوبات الضرب أو الإهانة بالإضافة إلى الاغتصاب والتي تصل عقوبته إلى سجن مدى الحياة، كما يجرم أيضا الاعتداء الجنسي والتي تتراوح عقوبته من سجن 15 عاما إلى سجن مدى الحياة. ونأمل أن يكون ما استعرضناه من جهود وما بيناه من إيضاحات قد عكس الصورة الواقعية لما حققته مصر من إنجازات في مجال دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مدار الخمس سنوات الماضية، وهي وإن لم تصل إلى تحقيق كامل تطلعاتنا إلى أننا نؤمن بأننا نمضي قدما على الطريق الصحيح ونعيش عهدا جديدا يهدف إلى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري بعد ثورتين شعبيتين ودستور جديد استقى مبادئه من الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. هنشوف بعض ردود أفعال الدول الحاضرة في المؤتمر على الطريق الصحيح اللي ماشيه فيه مصر. مثلا مندوب ايرلندا قال ايه على الطريق الصحيح مش البطال اللي ماشيه فيه مصر. Ireland recognizes that respect for rights and freedoms is guaranteed by Egypt's constitution.
However, we are aware of reports of mistreatment of detainees. قال له احنا كايرلندا عارفين ان الدستور المصري بيكفل. لكن الدستور حاجة وما يطبق في مصر حاجة تانية خالص يا برايس. مش ايرلندا. تشيك. 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 محمد هنيدي وجهت انتقادات لادعة لما يفعله النظام في مصر. The president, Belgium is concerned about the shrinking space for civil society and an increasing resort to the death penalty also in the context of mass trials. We therefore recommend one to repeal all laws and policies that restrict activities and rights of human rights. النظام في مصر لم يجد من يحنو عليه في المؤتمر إلا مندوبي بعض الدول العربية الديكتاتورية. أصحابه علي علوكو وأشرف أبو سنجة سوريا وبحرين السعودية الإمارات اللي بيسكروا سوا مع بعض. سوريا وفي جمهورية مصر العربية ويشكره على تقديم تقريره الوطني ويثني على الجهود المبذولة للتوعية بمخاطر الإرهاب ومكافحته.